في خطاب الذكرى 22 لعيد العرش جدد العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة الجزائر للعمل سويا دون شروط لبناء علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار، وقال إن الوضع الحالي لهذه العلاقات غير مرض وليس في مصلحة الشعبين وغير مقبول من طرف العديد من الدول. وإيمانا بهذا التوجه فإننا نجدد الدعوة الصادقة لأشقائنا في الجزائر للعمل سويا دون شروط من أجل بناء علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار، ذلك أن الوضع لأن الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا وليس في مصلحة شعبينا وغير مقبولة من طرف العديد من الدول. فقناعتي أن الحدود المفتوحة هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين شعبين شقيقين، لأن إغلاق الحدود تتنافى مع حق طبيعي ومبدأ قانوني أصيل تكرسه المواثيق الدولية بما في ذلك معاهدة مراكش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي التي تنص على حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين دوله.